التلمذة في فكر المسيح. أهلا أعزائي المشاهدين، يسرني أن أستضيف إلى برنامج ليكن نور القس مجدي صادق، راعي الكنيسة الرسولية في الزيتونة بالقاهرة، وأيضا هو مدرس كلية اللاهوت الإنجيلية في الشرق الأوسط، ومعه أيضا مدامته فيفي كامل. أهلا وسهلا فيك أسيس مجدي، أهلا وسهلا فيك أخت فيفي. أهلا بحضرتك. إحنا تشرفنا فيكم ومنرحب فيكم في هذه الحلقة. أسيس مجدي، طبعا أنت خادم للإنجيل، محاضر، بتسافر، بتتكلم كتير، وعم بتركز على موضوع التلمذة. ليه؟ الحقيقة موضوع التلمذة ليه تأثير من خلال ثقافة المجتمع، إنه تلميذ يعني حاجة قليلة. المدارس بقى يقول لك أنا مش تلميذ، أنا راجل حاجة كبيرة. فهذا الفكر دخل جوه الكنائس، وبقى القدام في الإيمان بيعتبر إنه كلمة تلميذ تقليل من شأنه. لكن التلمذة في فكر المسيح هو أعظم شيء وأعظم لقب لكل تابع المسيح. عشان كده النهاردة هيكون لنا متابعة وتفسير لفكر المسيح في التلمذة. هل هو مطابق للي احنا بنعيشه، ولا ليه أبعاد تاني مفروض نفهمها عشان تتغير مفاهيم وتتغير حياة الكثيرين في الكنائس؟